حسن وبعلي عبد الكريم في وسط الميدان عبابسة و... ميكيراز يلعب مع بيابسا، يلعبون من دون عقدة أمام لاعبين لا يخسروا بما أنه خسر لهان السعودي. هذه الكرة يلعب مع بالخير ولكن بوتلجا سليمان، هي تفوز ثالثة و30. ما زلت أسر بأنه جمعية على رفع الرقم القياسي الذي بحوزته كأول نادي جزائري يتوج بأربعة ألقاب متتالية، وهو الكثير، وهدف مقابل صفر غير مطمئن وغير ضامن للنتيجة بتاتا. نحن نلعب منافسة مختلفة ألا وهي منافسة الكأس. الملاحظ الميدان التي لعبت فيها الجزائر منهزم على اعتقد في مباراة متأخرة امام نادي بارادو. كل شيء طبيعي، وانما النقطتين من الاربعاء جعلت الانصار ينتفضون. طبعا نحن نعلم في تحدث في الفريق منذ اقصائه من منافسة التشامبيونز ليج، وكذلك منذ ان ضيع نقطة.
وصيفة الترتيب أمام فريق اتحاد سوف الذي خطف بطاقة.
متتالية، لقب كأس الجمهورية أيضا شباب الوزداد، هو رفقة المولودية والعاصمة كاختصاصي الكأس على ذكر قراوات جمعية أولمبي الشلف. التهديف الأول هذا ما ستخبرنا عنه عبدة، وتدخل إلى الوسط لعباس عبابسة إلى في محاولة صنع المفاجأة جدا. هاي كرة لمصلحة الجمعية، لا يستسلمون. إضافة هدف آخر في هذه المباراة من هناك على الجهة اليسرى، أن يوجد جحدو، قل نشاطه جحدو، وفرق كبير. بلوز داد ندرك قيمة هذا الفريق من كلهم مدافعين دوليين، وبالتالي تنقص اللمسة الأخيرة والفعالية. 3-0 تضع شباب شبيبة الثورة، إما نجم مقرى أو جمعية أولمبي شلف. سنتعرف نهائيتين في عملية القرعة التي تجرى غدا بمقر التلي من الدا، ثم يلعب مع كابري يسترجح لا تصلكم الأهازيج فقط، وإنما ريتمها مليح. جمعية الخروب صعد في 2007 ونزل في يعود إلى حاضرة الكبار. مباراة تتمر بين عناصر جمعية الخروب والداد، ينتظرونهم. جحدو يلعب باتجاه الأمام، جحدو يطلبها في تشكيلة المدرب الكوكي. تغطية مباشرة إلى check it out.